علم. انت قلت ثاني صريح، انطيني شخص لي يقول لي فلان ما احب اتعامل معه بعد، انا صريح وقوي ما احب اتعامل وياه بعد، ازعجني بالتعامل، ما حبيت ازعجك التعامل معه. يلا مصطفى العبد الله، ماني اليوم اذا اقول لك اسم بعد مستحيل اتعامل، يعني كان يعني اكو اسامي اليوم. لا اليوم ما تتعامل معه، يمكن باكر تتعامل معه، بس كل يوم كتب كيري اني ما احب اتعامل وياه اليوم، ممكن باكر نص صالح. بس يا فنان اسم ما تعامل ياه اليوم؟ اي ياسر عبد الوهاب. اوف ليش ياسر عبد الوهاب؟ ما هو ياسر انت وياسر عملتوا كليبات تكسر الدنيا، ولا ناسيك، يجي جاني الليل، ليش اليوم ما تعاملوا انت ويا ياسر؟ يعني بالوقت الحالي ما اقدر اتعامل ياه بصراحه. يعني ياسر اخوي وصديقي ووجه له تحيه وقريب يعني على قلبي. يعني من اخطا في حق الثاني؟ هو خلي يجاوبك او الناس المقربين. هو ما موجود يجاوبني، هو ما موجود يجاوبني، انت موجود اليوم يمي. انت اخطات في حق ياسر عبد الوهاب ام ياسر عبد الوهاب اخطا في حقك؟ انت موجود يمي اسئله كاني قاعد خلي اخدمك ان شاء الله. موضوع ياسر، احنا موضوعنا كان بالبدايه موضوع عمل ومشروع استثمار فنان صاحب صوت، نمينا هاي الموهبه اي ووصلنا الى مرحله يعني مرحله النجوميه اللي موجوده. يعني هسه ياسر نجم، ومن صار نجم ايش صار؟ بعد ما خلص العقد 5 سنوات اللي متفق عليها ياسر ما قدر يجدد، يعني ما راد يجدد العقد. ليش؟ يعني راح ويا فلان يريد يشتغل، يعني اكو هواية تفاصيل بباله، بينما هو ويانا نجم مع شركة نجوم الدار البيضاء ياسر نجم. بس سؤال اسئلة شاهدنا حاليا يقول وين المهني بالموضوع؟ يعني انتم ما شاء الله هو ملتزم وياك ياسر عبد الوهاب 5 سنوات، نعم. بعد 5 سنوات ادري انتم ماخذين الولد، ليش يعني؟ ولا ما جدد العقد بعد خلاص ما نشتغل له؟ لا حبيبي ولا يجدد العقد، يمكن لقى مكان افضل. وين ياسر هسه بهاي الفتره؟ انت قريب عليه هسه بالفتره هسه اسمعت موجود ياسر؟ عنده اخفاقات بالاختيار بالاختيار، يعني مثلا ياسر مواكب ومتواصل ودي ينزل اعمال بس ما تتحقق.